تحية مسائية خالصة، تحية وسلام لكل أوفياء برنامج رأي القانون. تحية ووفاء لكل متابعي برنامج رأي القانون، طبعا لكل المتصلين من الجزائر ومن خارج الجزائر، شكرا لكم على الوفاء وعلى الثقة. أول اتصال. ألو ألو، ألو، مساء الخير. مساء النور. مرحبا بك، مرحبا. تفضلي سيدة. وكان عندي مشكل على الدار، واش بها الدار؟ عندي كنت تشوفها يا اخويا، والله العظيم ايه الكلاب حاشاك ما يرقدوا فيها. واش بها الدار هذه؟ واش فيها مشكل؟ عندي مشكل، شكون في الباطيمات، المشكل تاعي تاع لوبيجي. ايوا، عندي من 2015 راني نكتب لهم وباهي يسقموا لي، باهي يسقموا لي القدره تاع القرمود يدخل لي منه الشتاء. وعلاش ما تسقميش انت؟ انا قبلش ناس الاخرى تاع لوبيجي. تاع لوبيجي؟ واه خلاص دوك نجاوبك. سكن، دوك نجاوبك، تبع معايا. سكن مازال تابع للديوان الترقية والتسير العقاري لأي منطقة في الجزائر العاصمة أو في ولايات أخرى، في قسنطينة، في عنابة، في وهران، في كل مكان تبقى تابعة المواطن المستأجر لهذا السكن. الملكية تابعة للديوان الترقية والتسير العقاري، فترة الضمان تبقى موجودة، يعني كل الأعطاب وكل الإصلاحات تقوم بها الديوان الترقية والتسير العقاري. إذا كانت السكن تاعك والعمارة أو الحي مازالهم تحت وصاية ديوان الترقية والتسير العقاري، هو ملزم بكل هذه الإصلاحات. ولو أنه كثير من الأحياء تعاني وما زالت تحت وصاية ديوان الترقية والتسير العقاري، أتحدث عن الهيئة بالذات لأن عندها كثير من المشاكل موجودة في بعض الأحياء، النظافة، كثير من الأمور تخص هذا المنطقة. إذا كان السكن ملكك وتحت العاتق تاعك، لأنه الآن ولات خلقتنا واحد الفئة من الناس، لازم الدولة هي اللي تدير له الواجهة تاع العمارة تسبخها، والدولة هي اللي تسقم له السطح، والدولة هي اللي تسقم له البارابول تاعه، والدولة هي اللي تسقم له النوافذ، والدولة هي اللي تدخل داخل تسقم له المطبخ، والدولة تسقم له كل شيء. أبدا، إذا كان السكن تاعك والسكن تاعكم تحت مسؤوليتكم، إذا مازال تابع للديوان الترقية والتسير العقاري أنتم مستأجرين، تقدروا تديروا دعوة قضائية باش تلزموه يصلح هذه الأعطاب ولا هذه الأشياء اللي ربما ما تخليكمش تتمتعوا بحق الملكية. طبعا ممكن محضر معاينة أولا من طرف خبير، وممكن أيضا اللجوء إلى تعيين خبير لتحديد الأشغال اللي لازم يقوم بها الديوان والأضرار التي أصابت، لأنه راح يكون كاين تعويض ضد هذا الديوان. معنا اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا، تفضل. شكون معنا؟ معك وليد من جيزل. تفضل سي وليد. يا استاذ، عندي مشكله انا مع شركه، دائما مع شركه اللي تم الطرد تاعي السوفي، قاموا بالطرد تاعي، الطرد تاعي السوفي. نعم، شركه اسمح لي دقيقه، شركه خاصه ولا عموميه؟ شركه خاصه. نعم، بدون ذكر الاسم. طردوك طرد تعسفي، رحت عند مفتش العمل. شكيتو سي بون، خلاص استاذ، هذه نيت التعويض تاعي خطره وكنت هدرت معك فيها وكان نعم. تعويض مجحف جدا. معليش يا استاذ، وكملت نرفع عليها قضيه فيما يخص تكاليف المهمه. تكاليف المهمه وحده تاع استرجاع، كنت تبعتهم قسط من اجل شراء. وانت على ما درتش التكاليف المهمه مع القضيه الاولى تاع الطرد؟ يا استاذ، هنا كانوا يشاوروا، قال لك ما تحطوش مع بعضهم باسكو اون فوا صرا مشكل كيما هذه، كان الحب تاع المشحف في حقي، تسمى ضاع حقي. تسمى لو كان حطيت معهم تكاليف المهمه هذو لو كان راح كيف. المهم انت درت قضيه اخرى، درت قضيه جديده، ودرت قضيه بخصوص راح تقول مبلغ دفعته لاجل الحصول على سياره. فوالا، هذه رفعتها وحدها، وتاع تكاليف المهمه وحدها. استاذ، لقيت المشكله، انا دائما عندي مشكل مع في الحكم مع القضاة. يعني انسان بلا ما يهدرها، رانا نعانيو من المشكل هذا. وش يعني المشكل هذا؟ يعني لازم القضاة يمشيوا معاك والله يديروا؟ لا، تسمح لي، خلينا نحن نتحدثوا في حوار صريح. انت تسال وانا نجاوبك. يا اما القاضي يمشي معايا يعطيني تعويضات كبيره، يا اما القاضي ماهوش مليح. لا ماشي هكذا. هو شنو ما؟
استاذ هنا عطينا القاضي، عطيت له انا كل الادله والبراهين اللي تثبت كاين تاع التكاليف المهمه باللي الجي بي اس كنت نتحرك، كانت عندي جي بي اس تاع السياره، عندي سياره باللي مكتوبه على مافي اختياليه، كان عندي كلش عطيتهم له. واش دار القاضي؟ قال لك انت ما عندك حتى دليل يثبت باللي انت كنت تنال التكاليف المهمه، قال لك وانت ما كنت. طبعا هذا عادي جدا، القاضي ما اقتنعش، انت ما قدرتش تقنع القاضي. صحيح يا استاذ. امر بسيط. نعم معليش يا استاذ. والثانيه كانت عندي لو بوند فيرسمو، يعني التكاليف اسمه هذاك باش سددت هذاك البوند فيرسمو على اسمي انا، باش تحصل على سياره، باش ايه صحيت كي حبست العلاقه بيناتنا، العلاقه القضيه بيناتنا تاع العمل، خلاص قلت لهم رجعوا لي، ما حبوش يرجعوا لي، رجعت للمحكمه نفس الشيء. نعم حصل نفس الشيء يا استاذ. قالوا واش قالوا لك؟ المحكمه عطاني القاضي، قال لي حقك، اعطيك حقك، اعطاني حقي، رجع لي الدرام تاعي 80. كي رحت للمجلس انا قلت له باسكو استأنفت، باسكو علاش ما عطانيش كيما نقولوا التعويض نتاعها؟ علاش يعطيك تعويض؟ علاش يعطيك؟ علاش لا لا ابدا ما يعطيكش تعويض، هذا ماشي دين. اذا مديت لواحد دين وما رجعولكش تدي تعويض، انت مديت مصاريف 80 مليون باش تطلب سياره كقسط اولي، كيفاش انت تحب تدفعهم باش تدي تعويض؟ هما يقدروا هما هي تقدر الشركه هي لا 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 هذا ماشي دين، ما تغلطش روحك انت. يقدروا يقولوا لكم انت دفعت الدراهم هذو باش نجيبوا السياره، وحنا دفعناهم للوكيل تاع السيارات، دفعنا الاموال هذه لوكيل السيارات، مازال ما ردش علينا، دفعنا له باش يجيب السياره، اذا حنا ما عندناش مسؤوليه. الشركه تاعك حولت المال الى وكيل السيارات، انت تطلب في التعويض وكانك سلفت للشركه دراهم وما رجعتهم لكش في الوقت ابدا. لذلك ما تظنش بان القاضي لازم يتصرف بالمنطق نتاعك انت، القاضي يتصرف بمنطق القانون. القانون يقول بانه انت مديت قسط 80 مليون للشركه باش تطلب سياره، انقطعت قال علاقه العمل بينك وبين الشركه هذه، الشركه هذه دفعت الاموال للوكيل تاع السيارات في اطار اجراءات معينه للبيع، ما يهمش للبيع، للبيع بالتقسيط. المهم انه رجعوا، المهم لا المهم انهم رجعوا لك الاموال، هذه ماهيش دين باش تطلب عليها تعويض، ماشي دين، فهمت؟ معليش يا استاذ. نعم بصح كي رحت للمجلس القاضي قالت لك ما عندك حتى حق انت باش تطالب الاموال هذه. علاش السبب؟ هكذا قالت لك انت ما عندك حتى دليل يثبت باللي انت باللي هذه الاموال ديالك. انا هنا يحبس راسي استاذ خلاص. مش عليه، تبع معايا دوك نجاوبك يعني. تفضل يا استاذ. نعم هذا ما كان. شكرا. واش من وسيله نزيد ندير انا باش نسترد حقي؟ هذا هو يا استاذ. شكرا يعني. تبع معايا. يعني الطعن بالنقد الى المحكمه العليا ياخذ وقت، ولكن طريقه من طرق الطعن بعد المحكمه والمجلس تروح للمحكمه العليا، يعني ما عندكش طريقه اخرى تطعن في هذا القرار وتقول بانه خالف القانون وتذكر الاسباب وتنتظر. ونظن اذا كان عندك وثائق ما راحش يضيع حقك، ولكن انا نعاود نوضح لك هذا الامر ماهوش دين، هذا المبلغ المالي ماهوش دين في ذمه الشركه باش نطلبوا تعويض. هذا قوة قاهرة قطعت العلاقة بينك وبينهم. القوة القاهرة وشنو هي؟ انتهاء علاقة العمل بالطرد. ما زالوا عندك أشياء عندهم، الطالب بموجب حكم قضائي يحكم لك الحكم، المجلس الغاء، ولكن هذا ما يمنعش أنك تروح أمام المحكمة العليا وتدير طعن في القرار اللي حكينا عليها الآن، اللي اعتبر بأن هذا المال المدفوع أو هذا المبلغ المدفوع ماهوش من حقك، ولا ما قدرش تثبت انه حق من حقوقك. ليس كل مره نقولوا بانه لما تكون احكام قضائيه في غير صالحنا، او لما تكون الاحكام القضائيه اعطتنا حق احنا نعتبره صغير بالنظر الى الامال والطموح تاعنا، انا ننتظر يعطوني تعويض مليار، هم اعطوني 500 مليون، قل لا هذا الحكم ماهوش حكم ابدا. حتى اذا اعطاوك مبلغ كبير الطرف الاخر راح يقول نفس الشيء، يقول هذا ماهوش حكم لانه مبلغ كبير. إذن صعب أنك توافق بين الطرفين بمناسبة كل محاكمة أو بمناسبة كل قضية أو بمناسبة كل دعوة أو كل شكوى، صعب جدا أنك توافق بين الطرفين. لذلك كاين درجات التقاضي، يعني إذا ما عجبكش الحكم كاين مجلس، إذا ما عجبكش المجلس كاين المحكمة العليا، هي أقصى درجات التقاضي وأعلاها على الإطلاق لما تروح للمحكمة العليا. الراقبوا طبعا مدى احترام القانون، مدى احترام الإجراءات القانونية، مدى احترام القضاة لما نص عليه القانون طبعا. وفيما بعد راح ممكن في مثل قضيتك نعود نرجع أمام نفس المجلس مشكلا من تشكيل جديد، يعني من قضاة جدد للفصل في القضية من جديد. إذا ما المجلس حكم لك باسترداد المبلغ
نظن بانه راح تسعى مباشره الى التنفيذ على على المؤسسه باش تعاود ترجع لك الاموال تاعك اللي هي حقوق مستحقه. ينتهي وقت البرنامج بالنسبه لعدد اليوم، دمتم في رعايه الله والى اللقاء في العدد القادم ان شاء الله.